ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. بس عندي سؤال لحضرتكم. حضرتك سني ولا شيعي؟ لا شيعي. شيعي وجاي تسأل. طب انت ما سمعتش عن سؤال الحلقة؟ يعني سمعت سؤال الحلقة، أنت تنكر وجود حديث الـ12 خليفة. يعني هو ده اللي انت سمعته من الحلقة، لكن ما سمعتش سؤال لا الحلقة. لا أنا لا أنا أسألك، عندي سؤال لحضرتك بخصوص الغيب، جاوبني عليه أو لا. بخصوص ايه؟ بخصوص علم الغيب، علم الغيب. اتفضل اتفضل. اي الله يعلم الغيب ام لا؟ بس لا يعلم. لا، جوابي الله يعلم الغيب بذاته ان ينقل له، يعني لا يعلم، لا يعلم، لا يعلم. قل لي، مو انا جاي اجاوبك، هل الله يعلم الغيب بذاته ام من يقوم بنقل له الغيب الملائكة؟ لا يعلم، لا يعلم، لا يعلم. انا عندي لا اي يعلم. هو فسر لي الآية. وإذ قال إيه وإذا نص وإذ قال ربك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فسر لي الآية، نص الآية إن الله لا يعلم الغيب. الله عز وجل يقر سيدنا عيسى. فسر لي يا ابن اسمعني بس. الله عز وجل وكأنه يستنطق سيدنا عيسى، أما من قالوا أن سيدنا عيسى أنه إله وأنه قال اعبدوني وأنا ابن الله، فالله عز وجل يأتي بهؤلاء الناس ويسأل سيدنا عيسى أمامهم ويقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هاي متى حتى ينفي بوفاته عيسى ام بعد بنفسه. مماته؟ حمار حمار، مش هيفهم، مش هيسمع. يعني يديك يقول لك، يسألك السؤال ولما تيجي تجاوب السؤال وإجابة السؤال ما تجيش على دماغه يتدخل. طب أنت فهمت أنا جاوبت قلت إيه؟ لا دماغه، مو انت واحدة واحدة تنكر حضرتك، أنت فهمت أنا جاوبت إيه؟ طب قول لي أنا جاوبت إيه؟ فهمتك انا جاوبت ايه. طب انا قول لي. قلت لا، لك، أنا انا عايز اقول لك أسمعها منك، عايز أسمع إجابتي منك. قلت إيه أنا؟ الإجابة، هذا الكلام الله بعد قبل وفاة عيسى أم بعد وفاة عيسى؟ ده قبل وفاة عيسى. هو عيسى توفي أساسا؟ أي أم بعد وفاته؟ هو سيدنا عيسى توفي أساسا؟ أدري عيسى انتقل، الله رفع إلى السماء. قل لي هذا الكلام متى قاله الله لعيسى؟ يعني هو ازاي هيقولوا سيدنا عيسى وهو في الأرض؟ ما قالوا سيدنا عيسى وهو في الأرض. ليه؟ لو حضرتك متى قال كملت عيسى؟ الآية، استنى بس، كمل الآية كده، كمل الآية. وإذ قال الله يا عيسى، أي يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي. عيسى جاوب الله، ايوه، الفعل سبحانك قال، قال ما ماضي يكون ان مقبل اقول مضارع، ما قال ليس لي عيسى. بعلم، ان قلت قلته فقد علمته، أي قال، تعلم ما في نفسي لا ولا اعلم ما عيسى في قال، نفسك وانت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ايه؟ كمل يا ابني، كمل. عيسى كمل قال، الآية، قال كمل الآية سبحانك. عشان تفهموا، كمل الآية، كمل لا الآية. انت تفهموا، قل لي قال ماضي ام لا حول ولا قال، يا ابني، قال ما عيسى لهيته في ماضي، الأرض، متى ما قال؟ لهيته في الأرض، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلما قل لي قالها توفيتني، بحياتي كمل ام عشان كده بقول لك، متوفاه؟ كمل الآية، كملوا الآية. لما حد يقول لكم آية روحوا كملوها، شوفوا ايه اللي قبليها وايه اللي لا بعديها والايه كملوها، بتقول شنو؟ ايه. يلا يلا، مشي انا، مشي انا، مشي انا، مشي انا، مشي انا، ألو، يلا كملوا الايات، كملوا الايات، كملوا الايات. ده انا بقول لكم كملوا ايات ربنا، كملوها، اقرؤوها. لما يجي واحد معمم يطلع كده فوق منبر ويذكر لك جزء من آية، روح كمل الآية، شوف قبل الآية بيقول إيه وبعد الآية بيقول إيه، عشان تفهم ماشي إزاي الآية، سياق الآيات رايح فين وجاي منين. اقرأوا اقرأوا، ده احنا حتى بيسمونا أمة اقرأ، اقرأوا اقرأوا.